بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان ودهر دور كلها أمين. نلتقي مع القديس كيرلس الكبير في تفسيره لإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير، إصحاح 11 العظة 85 بعنوان ويل لكم أيها الناموسيون. هي العظة الأخيرة في الإصحاح 11، فيها القديس كيرلس بيفسر الأعداد من 45 ل 48. فأجاب واحد من الناموسيين وقال له: يا معلم، حين تقول هذا تشتمنا نحن أيضا. فقال: وويل لكم أنتم أيها الناموسيون، لأنكم تحملون الناس أحمالا عسرة الحمل، وأنتم لا تمسون الأحمال بإحدى أصابعكم. ويل لكم لأنكم تبنون قبور الأنبياء وأباءكم قتلوهم. إذن تشهدون وتردون بأعمال أبائكم، لأنهم هم قتلوهم وأنتم تبنون قبورهم. إن التوبيخ هو دائما أمر عسير أن يحتمله أي إنسان، ولكنه ليس بغير فائدة للعاقلين، لأنه إنما يقودهم إلى التزام ممارسة تلك الأشياء التي تجعلهم مستحقين للكرامة وتجعلهم محبين لاقتناء الفضائل. أما الذين يسرعون إلى الشرور بكل اهتمام، والذين جعلوا قلوبهم ضد قبول النصح، فإنهم ينجرفون بسرعة إلى خطايا أعظم عن طريق نفس الأسباب التي كان يجب أن تجعلهم أكثر تعقلا، بل إنهم يتقصون بواسطة كلمات الذين يحاولون أن ينفعوهم. وكمثل لهذه الحالة من التفكير، انظر إلى أولئك الذين يدعون بالناموسيين عند اليهود. كان مخلص الجميع يوبخ الفريسيين كأناس منحرفين بعيدا عن الطريق الصحيح وواقعين في ممارسات غير لائقة، إذ وبخهم عن كونهم منتفخين ومرائين ومحبين للتحيات في الأسواق وراغبين في الجلوس في المتكئات الأولى في المجامع، بل ودعاهم أكثر من ذلك بقبور تظهر جميلة من الخارج ولكن من الداخل مملوء عظام أموات وكل نجاسة. وعندما قال هذه الكلمات تذمرت فئة الناموسيين الأغبياء، ونهض واحد منهم وعارض تصريحات المخلص وقال: يا معلم، حين تقول هذا تشتمنا نحن أيضا. بدأ القديس كيرلس العظة بأهمية التوبيخ وفائدته مش لكل إنسان، ولكن بالأكثر للإنسان العاقل، لأنه بيقوده إلى أن هو يلتزم بالأشياء أو بالسلوكيات اللي تخليه يستحق كل كرامة، وبتجعله محب أكتر لأن هو يقتني الفضيلة ويحيا بالفضيلة. لكن الناس اللي بتعيش في الشر واللي خلوا قلوبهم دايما رفضة للنصح بسبب التوبيخ بيقعوا في خطايا أعظم، وربما تكون بنفس الأسباب اللي كانت المفروض تخليهم إن هما يبقوا بيسلكوا بالفضيلة وبتعقل، وربما يتقصوا بواسطة الكلمات اللي بيحاولوا الناس ينفعوهم بيه. و القديس كيرلس من كلامه بيحط المثل بتاع الناموسيين كوسيلة لفهم ده، إن ربنا يسوع كان بيوبخ الفريسيين لأنهم كانوا ما بيسلكوش في الطريق السليم، كانوا بيحبوا الرياء والتحيات في الأسواق والجلوس في المتكئات الأولى، حبوا الكرامة والمديح، عشان كده ربنا يسوع دعاهم إن هما زي القبور اللي من بره حلوة لكن من جوه مليانة عظام أموات كل النجاسة. ولما ربنا يسوع وجه الكلام للفريسيين لقى الناموسيون بيتذمروا، وجي واحد منهم ويقول له: انت لما تقول الكلام ده عن الناموسيون انت بتشتمنا احنا كمان. قديس كيرلس بيكمل ويقول: يا له من غباء عظيم، اي عمى في العقل والفهم من جهة كل شيء ضروري. ان هؤلاء الناس يعرضون انفسهم للتوبيخ، بل بالحري إن قوة الحق أظهرتهم إنهم مستحقون كذلك لنفس الاتهامات كالفريسيين، وإنهم يفكرون مثلهم ويشاركونهم في أعمالهم الشريرة مدام يعتبرون أن ما يقوله المسيح عن الآخرين قد قيل ضدهم هم
أيضا، وإلا فأخبروني لأي سبب تغضب. لأنه حينما يوجه أي لوم إلى الفريسيين فأنت تقول أنك أيضا تشتم، إذن فأنت تعترف بأعمالك وأنت تدرك طبعا في نفسك بأن سلوكك مثله. قديس كيرلس ما عجبهوش سلوك الناموسيون، يقول إن هم أدانوا أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم ليهم نفس أعمال الفريسيين، لأن ربنا يسوع وجه الكلام للفريسيين، إلا أن واحد من الناموسيين وقف وقال له أنت كمان بتشتم. إذن بما أن ربنا يسوع ما وجهش الكلام للناموسيون، واحد منهم وقف يقول كده، ده معناه أن الناموسيون بيعملوا نفس أعمال الفريسيون. ولكن إن اعتبرت هذا توبيخا واجبا لهم على أي شيء من هذا النوع، ورغم ذلك فإنك لا تغير سلوكك، فإن سلوكك هذا هو الذي يستحق اللوم. لو أنت شايف يا ناموسي إن ده توبيخ واجب وإنت ما غيرتش سلوكك، فسلوكك ده هو اللي بيستحق اللوم الحقيقة. إن كنت تكره التوبيخ كما لو كان شتيمة، فأظهر نفسك إنك أسمى من الأخطاء التي تتهم بها، أو بالحرية لا تنظر إلى كلمة التقويم على إنها شتيمة. لو أنت شايف إن التوبيخ ده عبارة عن شتيمة، خلاص ما تعملش الأخطاء اللي بيتهم بيها الناس اللي بتوبخ. أو لو أنت مش بتعمل الأخطاء، ما تشوفش إن دي نوع من التوبيخ أو شتيمة. ألا ترى أن هؤلاء الذين يشفون أجساد الناس يتحدثون مع المرضى عن الأسباب التي أدت إلى أمراضهم، ويستخدمون الأدوية المؤلمة ليوقفوا ما حدث، ومع ذلك فلا يغضب منهم أحد لهذا السبب، ولا يعتبر أحد أن ما يقولونه شتيمة، ولكنك أنت ضيق الفكر في تقبل النصائح، ولا ترد أن تتعلم ما هي الأوجاع التي تؤذي قلبك. قديس كيرلس عطى مثل جميل قوي عن الأطباء اللي بيتكلموا مع المرضى عن الأسباب اللي بتأدي للمرض، وبيتكلموا معهم عن الأدوية، وربما الأدوية تكون مؤلمة، ولكن مفيش حد من المرضى بيغضب من الأطباء أو بيعتبرهم إن هم بيشتموهم، ولكن لأن الناموسي فكره ضيق فهو بيرفض تقبل النصايح، ومش عاوز يعرف إيه هي الأوجاع اللي بتؤذي قلبه. كان من الأفضل جدا أن تحب التوبيخ وأن تطلب لأجل التخلص من أمراضك ولأجل شفاء جروح نفسك، وكان من الأفضل جدا بالحرية أن تقول اشفني خلصني فأخلص لأنك أنت هو تسبيحي. كان المفروض أنك تحب التوبيخ عشان تتخلص من الأمراض. وهنا نشوف أن القديس كيرلس بيتكلم عن الخطية أنها مرض، وده فكرة جميل في عند القديس كيرلس، إن خطية دايما مرض ونحتاج إلى الشفاء منها. وعشان كده الكنيسة تعلمنا إن سر التوبة والاعتراف هو سر الشفاء. أنا باجي عشان أخد دواء، الدواء ده مكون من بعض القراءات والممارسات والالتصاق بنعمة الله والاتكال على روح الله القدوس اللي هو أساس كل جهاد روحي، عشان خاطر أتخلص من مرض. وعشان كده تكثر عبارات الشفاء داخل الكنيسة. الكنيسة هي المستشفى زي ما القديس يوحنا زبيل فم بيقول، ونقول لربنا أنت هو شفائنا كلنا في أشية الإنجيل، ونقول له أنت الطبيب الحقيقي لأنفسنا وأمراضنا وأجسادنا. كل دي تعبيرات تؤكد على المفهوم اللي القديس كيرلس بيحطه هنا. وشفنا في العظة اللي فاتت أنه هو قال عن الرياء أنه هو مرض ممقود، فبرضو بيعتبر ان اي خطيه هي مرض. لا شيء من هذا النوع يدخل عقل الناموسيون، ولكنهم تجاسروا ان يقولوا بقولك هذا تشتمنا نحن ايضا، معتبرين بجهلهم ان اللوم الذي هو لمنفعتهم وفائدتهم شتيم. لماذا اذن اجابهم المسيح انه جعل توبيخه لهم اكثر شد، واوضح كبريائهم الفارغ بقوله هكذا: ويل لكم أيها الناموسيون، لأنكم تحملون الناس أحمالا ثقيلة عسرة الحمل، وأنتم لا تمسون الأحمال بأحد أصابعكم. إنه يصوغ نقاشه ضدهم بمثل واضح، لأنه كان أمرا معترفا به أن الناموس عسر الحمل للإسرائيليين.
كل الكلام اللي ربنا يسوع قاله ما دخلش عقلهم، انهم كانوا متكبرين وقالوا له انت بتشتمنا، واعتبروا ان اللوم اللي كان المفروض يبقى لمنفعتهم ولفايدتهم هو شتيمة. عشان كده ربنا يسوع وبخهم بأكثر شدة وأوضح كبريائهم لما قال لهم انتم بتحملوا الناس أحمال تقيلة وانتم نفسكم مش بتلمسوها بصوبع واحد. عشان كده كان معترف، وطبعا ده كان معترف، ان الناموس عسر الحمل الاسرائيليين، كما اعترف بذلك ايضا التلاميذ الالهيون بانهم كانوا ينتهرون اولئك الذين سعوا لجعل الداخلين الى الايمان ان يعودوا الى فرائض الناموس، لانهم قالوا فالان لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ؟ لم نستطع نحن ولا اباؤنا ان نحمله. مش بس ربنا يسوع قال ان الناموس تقيل، ده التلاميذ كمان قالوا في سفر اعمال الرسل لما جم جماعه من المسيحيين اللي كان من اصل يهودي عايزين يطبقوا الناموس على المسيحيين اللي من اصل اممي قبل ما يدخلوا المسيحيه، فقال لهم انتوا بتجربوا ليه التلاميذ بتحطوا عليهم حمل الناموس ليه اللي احنا ما قدرناش نفسنا نشيله. والمخلص نفسه علمنا هذا مناديا بقوله تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. إذن فهو يقول أن الذين تحت الناموس هم متعبون وثقيل الأحمال، بينما يدعو نفسه وديعا كما لو كان الناموس ليس فيه شيئا من هذه الصفة، لأنه كما يقول بولس لأن من خالف ناموس موسى فعلى فمي شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة. ربنا يسوع كمان قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم لأني وديع ومتواضع القلب. وهنا القديس كيرلس بيقول إن ربنا يسوع بيقول إن الناموس متعب وثقيل، متعب وثقيل الحمل، إلا إن ربنا يسوع نفسه وديع. وهنا كأنه بيقول إن الناموس مفهوش هذه الوداعة اللي في شخص ربنا يسوع المسيح. واستشهد بالعدد اللي في عبرانيين 10:28 إن اللي خالف ناموس موسى يموت بدون رأفة على فم شاهدين أو ثلاثة. لذلك فهو يقول وين لكم أيها الناموسيون، لأنكم بينما تحملون الناس أحمالا عسرة الحمل وغير ممكن رفعها تضعونها على أولئك الذين هم تحت الناموس، وأنتم أنفسكم لا تلمسونها، لأنهم بينما يأمرون بأن تحفظ شريعة موسى بدون انتهاك ويحكمون بالموت على الذين يستخفون بها فإنهم هم أنفسهم لا يظهرون أي مبالاة لواجب تنفيذ فرائضها. وإذا اعتادوا أن يفعلوا هكذا فإن بولس الحكيم يعنفهم أيضا بقوله هوذا أنت تسمى يهوديا وتتكل على الناموس وتفتخر بالله وتعرف مشيئته وتميز الأمور المتخالفة متعلما من الناموس وتثق إنك قائد للعميان ومهذب للذين لمن هم بلا فهم ومعلم للأطفال ولك صورة العلم والحق في الناموس، فأنت إذن الذي تعلم غيرك ألست تعلم نفسك؟ الذي تكرز أن لا يسرق أتسرق؟ الذي تقول أن لا يزنى أتزني؟ الذي تستكره الأوثان أتسرق الهياكل؟ الذي تفتخر بالناموس أبتعدي الله؟ أبتعدي الناموس تهين الله؟ كمل القديس كيرلس وقال إن ربنا يسوع عطى الويل للناموسيون لأنه بيحملوا الناس أحمال عسرة هم ما قدروش يلمسوها، لأنهم كانوا بيأمروا بحفظ شريعة موسى بدون انتهاك وبيحكموا على الناس اللي بتستخف بيها، وهم نفسهم ما أظهروش أي نوع من أنواع العمل الجاد عشان ينفذوا الوصية. عشان كده بولس الرسول قال لهم أنتم بتسمى يهود وبتتكلوا على الناموس وبتفتخروا بالله، لكنكم مش بتعملوا كده، بتقولوا الناس ما تسرقش وانتوا بتسرقوا، تقولوا الناس ما تزنيش وانتوا بتزنوا، بتستكرهوا الأوثان بتقولوا ان الأوثان دي حاجة مكروهة ولكنكم بتسرقوا الهياكل
انكم بتعبدوا اوثان لانكم طماعين، الطمع هو عباده الاوثان، تفتخروا بالناموس ولكن بتتعدوا الناموس وبتهينوا الله. لان المعلم يصير مرفوضا ويخزى اذا كانت تصرفاته لا تتفق مع كلماته، ويحكم عليه المخلص بالعقاب الشديد، لأنه يقول إن من علم وعمل يكون عظيما، أما من يعلم ولا يعمل فإنه يدعى صغيرا في ملكوت السماوات. أي معلم بيبقى مرفوض لو كانت تصرفاته مختلفة عن كلماته، وربنا يسوع بيحكم عليهم بالعقاب الشديد لما قال لهم من عمل وعلم يكون عظيما في ملكوت السماوات، أما من يعمل يعلم ولا يعمل يكون صغير في ملكوت السماوات. كمان معلمنا يعقوب بيقول في رسالته: ولنفس السبب يكتب لنا تلميذ المخلص ويقول: لا يكن فيكم معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين إننا نأخذ دينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. وهكذا بعد أن أظهر المخلص هذه العزبة الرديئة من الناموسيين، فإنه يواصل حديثه لينطق بتوبيخ عام لكل رؤساء اليهود فيقول: الويل لكم لأنكم تبنون قبور الأنبياء وأباءكم قتلوهم، فإنكم أنتم تشهدون وتردون بأعمال أبائكم لأنهم هم قتلوهم وأنتم تبنون قبورهم. دعنا إذن نفحص بعناية ماذا يقصد المخلص، لأن ما هو العمل الشرير الذي يمكننا أن نقول إنهم أجرموا فيه ببنائهم قبور القديسين؟ ألم يصنعوا بهذا تكريما متميزا لهؤلاء القديسين؟ فمن وقت لآخر كان أسلاف اليهود يسلمون للموت الأنبياء القديسين الذين يأتونهم بكلمة الله ويقودنهم إلى الطريق الصحيح. أما أبنائهم فإذا اعترفوا أن الأنبياء كانوا قديسين ورجالا مكرمين فإنهم يشيدون قبورا ومدافن لهم، كما لو كانوا يمنحونهم كرامة تليق بالقديسين. إذن فآباءهم ذبحوهم، أما هم فباعتقادهم إنهم أنبياء ورجال قديسين صاروا قضاة لآبائهم الذين ذبحوه، لأنهم بعزمهم على تقديم الكرامة لأولئك الذين قتلوا فإنهم بهذا يتهمون آباءهم بخطائهم فيما عملوا. أما هم فإذ أدانوا آباءهم بسبب هذه الجرائم القاسية فقد صاروا على وشك أن يقترفوا ذنب جرائم مساوية ويرتكبوا نفس الأخطاء، أو بالحرية أخطاء أكثر شناعة منها، لأنهم ذبحوا رئيس الحياة المخلص والمنقذ للجميع، وأضافوا أيضا لشرهم نحوه أعمال قتل أخرى ممقوتة. فها هم قد قتلوا استفانوس لا كمتهم بأي شيء رديء، بل بالحري بسبب نصحه لهم إذ كلمهم بما هو في الكتب المحابية، وجرائم أخرى بجانب هذه ارتكبوها ضد كل قديس كان يبشرهم برسالة الإنجيل الخلاصية. في الفقرة دي ربنا يسوع أظهر الفرقة بتاعة الناموسيين دي إنها كانت رديئة، ولما قال لهم إنكم بتبنوا قبور الأنبياء وأبائكم هم اللي قتلوه، أنتوا كده بتشهدوا على أعمال أبائكم إنهم قتلوا الأنبياء وأنتوا بنيتوا قبرهم. وقديس كرولوس بيدعونا إن إحنا نفحص إيه هو قصد المخلص. هل كون الإنسان بيبني قبر الواحد قديس ده شيء وحش؟ ده مش كده بيقدم نوع من التكريم؟ فالقديس كيرلس بيقول: من وقت لآخر كان أجداد اليهود بيسلموا الأنبياء القديسين اللي بيكلموهم بكلمة الله ويقولوا لهم على الطريق الصحيح يسلموهم للموت، لكن أبنائهم اعترفوا أن الأنبياء دول كانوا قديسين ورجال مكرمين وبنوا لهم القبور والمدافن وزينوها وكانوا بيمنحوهم كرامة تليق بالقديسين، ولما أبائهم هم اللي ذبحوهم وهم اعترفوا بهم كأنبياء صاروا هم قضاة لأبائهم وحكموا عليهم أنهم عملوا خطايا صعبة وهي قتل الأنبياء.
وقديس كرولوس بيقول لأنهم أدانوا أبائهم بسبب الجرائم دي، هم كمان صاروا على وشك إنهم يقترفوا جرائم أصعب من كده. والجرائم هنا إنهم، أو الجريمة هنا إنهم قتلوا ربنا يسوع المسيح، وأضافوا أعمال قتل أخرى زي قتلهم للقديس استيفانوس، مش عشان هو متهم بشيء رديء، ولكنه لأنه نصحهم لما كلمهم من الكتب المقدسة عن ربنا يسوع. وأي حد من القديسين كان بيكلمهم بكلمة الخلاص كانوا بيقدموا لي القتل والموت. لذلك فإن الرب يبكت الناموسيين والفريسيين بكل طريقة كأناس يكرهون الله، وهم دائما منتفخون ومحبون للذة أكثر من محبة الله، ومن كل وجه يرفضون أن يخلصوا. لهذا أضاف المسيح تلك الكلمة ويل كشيء يختص به، الذي به وله ومعه لله الآب تسبيح والسلطان مع الروح القدس إلى أبد الآبدين، أمين. ربنا يسوع بكت الناموسيون والفريسيون لأنهم كانوا بيكرهوا ربنا، وكانوا دايما متكبرين وبيحبوا اللذة أكتر من محبة ربنا، وكانوا دايما بيرفضوا الخلاص. عشان كده ربنا يسوع قدم لهم كلمة ويل كشيء يختص بيهم، كل من يرفض الخلاص هو يستحق الويل. نختم عزة القديس كيرلس الكبير اللي أنارت عيوننا وقلوبنا، نلتقي معاه في الإصحاح 12 من تفسيره لإنجيل معلمنا لوقا، ولربنا كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى الأبد، آمين.